نال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة جائزة الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة للعام 2018 باعتبار سموه شخصية استثنائية محليا ودوليا لجهوده في دعم قضايا الأسرة والطفل، ما ساهم في حصول الشارقة على لقب أول مدينة صديقة للأطفال واليافعين على مستوى المنطقة والوطن العربي. نبدأ بتكريم الشخصيات الاستثنائية المحلية والعالمية. إنه والد، قائد، معلم وصديق لكل طفل في العالم، فعل ويفعل وسيفعل الكثير للطفل واليافع، وعمل جاهداً لمدة 40 عاماً لتكون الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين. أنشأ لنا مراكز للأطفال، مراكز للناشئة وللفتيات لصقل مهارات ومواهب الأطفال واليافعين. واليوم أنا بفضله أصغر إعلامي إماراتي ومقدم برامج في مؤسسة الشارقة للإعلام، برامج تلفزيونية وإذاعية. لقد ساهم في دعم قضايا الأطفال والأمهات وعمل مؤسسات وأنشأ حضانات وحدائق صديقة للأم والطفل. إنه والد الجميع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم. عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ويتسلم الجائزة بالنيابة عنه سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، فليتفضل سموه مشكوراً.